لقاءنا بكم مستمعنا مازال مستمر، مازال مواصلين فقرات لالا مولاتي. غادي نمشيو مباشره نواصلوا الاسبوع المخصص للشيوات والاقتراحات من عند الحاجه فاطمه بآسة في اختصاصيه فن الطبخ والحلويات. صباح الخير الحاجه. نور كصبحتي على خير؟ الحمد لله. الحمد لله، الله يبارك فيك. سلامي الخاص لجميع المستمعات. مرحبا، شكرا، الله يخليك علينا، بارك الله فيك والطاقم. مرحبا بسلامك. هانت غنعطيك اولا واحد الصبيعات سميد. ايه تيتعسلو، تيتدار في شهر رمضان المعظم. نص كيلو سميد رقيق، 125 غرام ديال الزبده، كاس ديال الحليب، نص خماره الحلوه، شويش المحقرشة الملح. سهلين. السميد كتزيدي عليه الزبده، خلطي مزيان بالشيه، زيدي الخميره، زيدي الحليب باش تجمعي. لكن مفهومه مفهوم حتى تجمع وخليها تشرب. ملي تشرب هذيك العجينه عمليها كويرات صغار. ومن بعد غتسرحيهم بالمدلك وتكوريهم وتقطعي هذوك الجوانب باش تبقى تجي بحال السيجار، ما تجيش سميت صباح. ثم ملي تقطعيها كتضربيها بالمدلك وديريه الثقله، كل صبيعات كتخليها الثقله، كتكملي غير تكملي العدد وتعسلي. ملي الثقله كتعسليها في العسل وديريها في الجلان وتقدميها بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. هنايا لالا كاين هنايا الحسوه ديال البلبوله. كتجي خفيفه، الانسان ملي تيعيا من الحريره فعلا كتكون ثقيله. سهله حتى هي، بصله محكوكه، شويه ديال الملح، القزبور، والابزار، الزيت البلديه شويه او السمن حسب الاختيار، معلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك. غتحكي البصله، غديري الابزار، ديري الملحه، زيدي الزيت او السمن، ثم ديري البلبوله في الطنجره. ملي تبان لي غديري الطنجره البلبوله في الطنجره، ملي غطيب مزيان غادي تديري عليها شويه ديال القزبر من بعد باش يبقى الريحه عافيه، وشويه السمن وتحطيها طيبه وتحطيها. راه كتجي غزاله حتى هي، سهله وخفيفه. خفيفه وتجي مزيانه. غنعطيك طاجين باناشي تيتحط مع السبور حتى هو. واخا تفضلي. هانتي شويه الكبده، علاه على قياس انسان، شويه القلب، شويه الكلوة البقري، وشويه الهبرات اللحم قطعات صغار. يقدر يكون هذا الشيء كله مجموع فيهم يلاه نص كيلو ولا 300 غرام. صحيح. كيتقطع الكل قطعات صغار، كديري القزبر يابس، الملحه، الابزار، قليل من الكمون، بصله محكوكه، الزعفران، وشويه الزيت، ديريهم يترقدوا شويه. من بعد غديري عليهم سكنجبير وطيبيهم في الطاجين، ولما يطيبوا غتشدي في كل بلاصه كديري فيها حصيره حسب البيضات اللي غتحطي في ذاك الطاجين. كل حصيره كتحيدي ذاك القطعات وتحطي بيضه. كيجي مديكوري، ديري خصات البيضات ولا سته ولا كشي اللي قديتي عليه انتيا. فعلا ساهل. ايوا مزيان من الصباح كي قلتي الفطور د رمضان، عندك الحق. هادشي تسمى باناشي، انه مخلط فيه كل شيء. مخلط فيه كل شيء. كاين عندي هنايا التفاح معمر. كديري اربع تفاحات توسطات، نقيهم وعصري عليهم الحامض وخويهم من الداخل. جوج معالق ديال اللوز مقلي ومطحون. جوج معالق الزبيب مقطع، ثلاثة المعالق ديال العسل. خدي التفاح وعمريه بالخليط، ديري فيه شوية الزبدة دوبة ومرمزيه في السنيدة وخليه الفران. يجي هو زوين ومن بعد تحطيه في السميتة. ديسير كتدخليه ميت ملي تعسل كتشديه تخرجيه، كتدي اللوز إيفيلي وديريه من الفوق. اللوز إيفيلي محمطيه من الفوق. بلاتي نشوف تاني. مرحبا. ايه بلاتي نشوف اش كاين هنا تاني. هادي هادي سميتها بلاتي كيكه، هادي كيكه مالحه. واخا او لا، هادي عرفتي الكيكه هذيك المول العجيب.
اييه اييه اللي فيه حفره الوسط واخا هذاك كتشديه ما بحال الناس اللي كان فيهم السكر يبغى يديروا ياكل شويه كديري كيكه كديري جوج البيضات على حساب المور كاين تاع جوج كاين تاع ثلاثه وكاين تاع اربعه حنا عندنا عرفتي كيتباع هكذا اذا كان تاع ثلاثه كديري ثلاثه البيضات اييه وديري كاس الارب ديال زيت العود وكديري شويه الملحه وكديري يا لالا قلت لك البيض البيض درتو الملحه والزيت المهم ما ديريش غير السكر اييه الدقيق كديري جوج الكيسان حتى لجوج ونص وديري شويه فتيته الخميره ديال سميتها ديال الخبز مع نص باكيه الخميره اخرى اييه باش تجي منفوحه وتجي عامره كتشديها كطيبيها دهني هذاك دهني المول وكبيها ملي غطيبيها كتحطيها كتشدي لاصوص طوماط اييه الا ما كانش لاصوص طوماط ديال الدار ديري ديال الحق كتشديها كديرها فوق النار كديري عليها معلقه ديال سميتها مايزينا نشا واخا نشا كديري نشا وكديري شويه ديال الملح وكديري البصله محكوكه وكديري شويه القزبره معدنوس وكت صوبي هذيك لاصوص طيبيها تحطيها ما حدها هي كطيب في الفران تصوبيها باش تبرد باش ما تجيكش كتكبيها في الوسط كتاخذي الكفته الكفته قليل ماشي كثير ديري كويره ديال الكفته وهذاك البيض السمان كتشدي ذوقي هذاك الوسط ديالها بالبيض بالبيض والسمان والكفته صافي وفي الاخر كدير لها المعدنوس وتحطيها كتجي هي هي كتجي مع الفطور فعلا هادو كلهم اقتراحات يعني خاصين للفطور سهلين وخفاف يعطيك الصحة تبارك الله عليك الحاجة فاطمة نسيتك مازال واخا ضيفي لنا اقتراح أخير واخا واخا غنعطيكم أنا لالا واحد المسمنة واخا كانت كديرها الوالدة الله يرحمها الله يرحمها واخا المسمنة كديري نص كيلو ديال الطحين كتعجنيه وكتحطيه كتخليه يرتاح واحد ربع ساعة من بعد كتشدي ثلاثة البيضات ونصرها مع الزبدة وكاس الزيت كتخلطي هادشي هادشي الزبدة والزبدة هذا الزبدة والبيض كتخلطيهم لأن كدوبيها شوية ما تكونش سخونة بزاف باش ما تخسرش البيض وكتشدي داك كاس تاع الزيت كتحطيه حداك ديري بزلافة ولا سميت تحطيه كتورق تقطعي هادوك ملي تلكيها مزيان وتورقيهم كتورقيهم مزيان عرفتي شنو على قطاوة شوفي واش مربعة ولا مدورة اييه الاختيار ديالك كتشدي ديري ورقة متورقيها بالزيت شوية زيت ما تكتريش وتدهني بهذاك البيض والزبدة اييه كتبقاي ديري طبقة فوق طبقة طبقة فوق طبقة إلا بغيتي إلا بغيتيها تجيك حلوة دير في السنيدة كان شي واحد ما تيبغيش الحلاوة ما يديرش السنيدة كاع اييه على حسب على حسب هي غتدي فيها شي 20 ورقة كديري وحده فوق وحده وحده فوق وحده ولكن سميتها راه تجي رقيقه الورقه ما تكونش كتجي مورقه طيب كتجي بحال الميفاي من في الاخر كتبقى تفيت لك واحد شويه ديال الزبده والبيض كتكبيه من الفوق وكترشي السنيده وترشي شويه ديال الزجلان ولا تخليه حتى تخرج كاع انت انت قاليه خليتيه يخرج ما قلتيش رشيه في الاول كتدخليها الفران وملي كتخرج كتقطعها طرف طرف كتحطيها هي تجي زوينه سهله الله يعطيك الصحه اقتراحاتك سهلين وبساط متناول جميع السيدات الله يعطيك الصحه بسيط باش الناس الكل شيء يستعملوا تبارك الله عليك الحاجه فاطمه الله يعطيك الصحه عندي واحد سميتها محنشات مع الحين تلغى نخليهم غدا ان شاء الله تبارك الله عليك الحاجه فاطمه مشكوره جدا نتمنى ان كل المستمعات يسجلوا هذه الاقتراحات سهله في التحضير ان شاء الله يوجدوهم على مائده الفطور ديال رمضان الكريم ان شاء الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه للجميع